مشاهدينا اهلا بكم مره تانية في اخر فقراتنا وفقرتنا الطبيه اللي هنتكلم فيها معاكم عن التهابات الجيوب الانفيه. وطبعا بنسعد بالتواصل معاكم من خلال ارقامنا اللي تظهر قدامكم على الشاشه او من خلال اللايف الموجود على صفحه مكملين. في البدايه خلوني ارحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور حسن الحسن استشاري الانف والاذن والحنجره. اهلا بيك معانا. اهلا بكم. اهلا بك. ثاني مره ثاني مره تنورنا. ربنا يبارك فيك يا دكتور. خلينا نبدأ حديثنا معاك وعن التهابات الجيوب الأنفية. إيه هي أصلاً يا دكتور؟ أولاً بدنا نعرف ماهية الجيوب إيه شيء. الجيوب فراغات موجودة في الوجه، maxillary sinus موجودة فوق الفك، و sphenoid sinus وهي الوتدية خلف الأنف، و الغربالية حول الأنف الوجه الأنسي للعين، والجبهية فوق العين. يعني نستطيع أن نقول الجيوب هي تحيط بالعين، أسفل العين والقسم الأنسي من العين وفوق العين وهو الجيوب هي فراغات تغطيها طبقة مخاطية وتحتوي على أهداف. نقدر نقول هي وظيفتها تصفية الهواء وترطيبه وقتل الجراثيم وجهوزية دفع الهواء لدخوله إلى هذه في الحالة الطبيعية، عدا أن لها أدوار ثانية، موازنة الرأس باعتبارها أجواف فراغية، ولها دور في لحن الصوت بالضبط. ايوه. واي تغير في فيزيولوجيتها وملئها يغير لحن الصوت عند الانسان. تمام جدا. طيب لما بيحصل التهاب في الجيوب الانفيه والدكتور بيشخصه على انه التهاب، المفروض بيبقى الفراغات اللي حضرتك قلت عليها دي هي دي اللي ملتهبه، ولا ايه ماهيه اصلا التهاب الجيوب الانفيه؟ الالتهاب بالنسبه للجيوب يحدث بسبب خلل وظيفي في الجيب، انسداد فتحة الجيب، دخول سوائل بالسباحة، أو فقد حركة الأهداب بالأمراض، أو لزوج العالية بالسيستي فبروسس بعض الأمراض، أو أمراض المناعية، أو انسداد الأنف لسبب معين باللحميات أو غيره، أو التهاب المتكرر لمخاطية الأنف والجيوب فتسبب انسداد الفتحات. كل هؤلاء عندما تأتي أي هجمة برد للإنسان تتطور إلى التهاب الجيوب. أنا كنت لسه أسأل حضرتك علاقتها بنزلات البرد. إلها علاقة بنزلات البرد، وإلها علاقة عند الناس اللي عندهم إرث، 10% من الناس عندهم تحسس، أيضا تتطور الحالة التحسسية إلى التهاب الجيوب. ممتاز جدا. طيب خلينا نشوف فيديو معانا بيشرح لنا التهاب الجيوب الأنفية ونرجع نعقب عليه مع حضرتك. خليكم معانا ونرجع نكمل معاكم. Thank you.
مشاهدينا اهلا بكم مره ثانيه. دكتور حسن برحب بك معانا مره ثانيه. شفت معانا الاسباب وبعض الاعراض، ويمكن من بعض الاعراض المحرجه واللي بتضايق ناس كتير تغير رائحه النفس. خليني الاول ابدا معاك في الاعراض بشكل عام. اول ما يبدا عرض معين بنعرف على طول ان دي بدايه التهابات في الجيوب الانفيه. اولا نقدر نقيم الوضع بانسداد الانف ووجود مفرزات، مضض، ورم حول العينين، فقدان حاسة الشم، جحة، شخير، والتهاب بلعوم عند الأطفال تترافق بسعال شديد. هذا بالنسبة لالتهاب الجيوب. طبعا هو عرض يبدأ بفيروسي ويتطور إلى إنتاني. الفيروسي نميزه عن الإنتاني بأنه مفرزاته بيضاء وشحوب المخاطية لونها طبيعي. عندما يتحول إلى جرثومي يبدأ القيح أصفر أو لونه أخضر. فترة الحادة تستمر نستطيع أن نقول إلى أربع أسابيع. هذه حادة، وتحت الحادة من 4 إلى 12 أسبوع تحت الحادة. طبعا الحادة تترافق بحرارة ودعس إذا لم يعالج إذا لم يعالج المريض، وتعب وإرهاق بالنسبة له، مع كحة وانسداد أنف وفقدان الشم وشخير وألم رأس مستمر و دعس. اعراض كثيره بتبقى كلها مع بعض يا دكتور، ولا حاجات وجود ثلاثه اعراض يدل على التوصل بيشخروا فبدا يبقى انفيه. وجود ثلاثه اعراض او اربعه يدل على حدث الالتهاب. يعني مباشره نقدر نقول كل 5 مرضى مصابين بالتهاب الجيوب 1 منهم مصاب بربو. هذا قطعي. لأنه سبب يكون ارتكاز تحسسي. يعني كل 5 هاي إحصائية. 36 مليون من الإصابات سنويا في أمريكا عندهم التهاب جيوب، يصابون بالتهاب الجيوب. وهو مرض الشفاء منه يحتاج إلى علاج طويل وراحة واستمرارية الصادات حتى يشفى المريض، وإلا ندخل في المرحلة تحت الحادة التي تختفي منها أعراض الحرارة والتعب، ولكن تستمر المفرزات وتستمر التعب والإرهاق بالنسبة له مع الشخير. احنا نتكلم عن عوامل الخطر في مرض التهاب الجيوب الأنفية، ولكن خلينا نشوف تعليقات وأسئلة المشاهدين على صفحة البرنامج من امبارح وأسئلتهم الموجهة لحضرتك. شوف التعليقات. شاهدت بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لحضراتكم وضيفكم الكريم. أوقات بسمع في أذني صوت صفير، وأوقات بيبقى عالي جدا والصداع شغال على طول باستمرار، ممكن أعرف السبب والحل إيه؟ هذا طنين بالأذن. الطنين هو عبارة عن صوت وهمي من الأذن الداخلية الكوكليا، يعني من الحلزون، ينتقل إلى الدماغ وهو غير موجود إلا عند المريض. يعني يسمعوا، يعني شبهوا مثل واحد نقل إشارة كهربائية جرس كبستي وظل مستمر الصوت. سببه إرهاق أو سكري أو أمراض الكبر السينية الوراثية. هاي كلها تسبب الطنين. طب وعلاجها بيكون إيه دكتور؟ العلاج أكثر الأطباء يعطي قلة الأمل للمريض بأنه لا يشفى. أنا لا أعطيه نوع أنواع من الفيتامينات ويزود التروية الدماغية من مواد فيستريل أو كذا، هذه أدوية استعمالها لمدة 6 أشهر. عندي 50 إلى 60% يتحسن، يعني حتى منهم خارج إسطنبول أعالجهم فقط على الأوصاف، ولا لأنه هذا المرض الطبيب لا يستطيع أن يرى فيه شيء ولا يرى تغير بالإذن.
المريض هو يصف الحالة والطبيب يتلقاها، لأنه الوحيد اللي سامع. لأنه هو الوحيد، فالمريض يتلقاها، الطبيب يتلقاها ويعالجه. لذلك لا حاجة للفحص بالنسبة للمريض، فقط إداء العرض ونوعيته والسن والأمراض حتى نستطيع. تمام، دي دعوة بقى لكل مشاهدين بيتنا أحلى إن هم يتواصلوا معاك عن بعد، اللي هم في أماكن بعيدة، وحضرتك إن شاء الله على يعني بحث والساعة تفيدهم. تسألي امبارح خبروني من الجزائر ناس، وكنت أتواصل معهم. ربنا ينفع بعلمك يا دكتور. الحمد لله، يعني الإنسان يقدم الشيء اللي يقدر يسويه. أكيد أكيد. طيب معنا عرفات بيقول كتير قوي بيكون ريحة أنفي كريهة في الظروف العادية بدون برد أو وجود مخاط أو ما شابه ذلك. الأمر الثاني، دائما في بلغم في زوري وخصوصا بعد الاستيقاظ صباحا. هذا التهاب جيوب مزمن. مزمن. وهو مستمر، احنا نقول بعد 12 أسبوع وإلى مدى الحياة. فهذول الجيوب فيها مفرزات، لما يشطح الإنسان المفرزات أين تذهب؟ تذهب إلى الخلف. فهي تنزل تعطي ريحة أيام، بس الإزمان والمقاومة تخفف منها، لذلك يحتاج إلى معالجة. وأنا أفضل نأخذ مسحة من هذه المفرزات ونجعل لها زرع، ولنعرف ما هو الصاد الفعال، لأنها تحتاج إلى معالجة طويلة قد تستمر إلى أسبوعين إلى 3 أسابيع. تمام، ولكن برضو نسب الشفاء منها كويسة. الشفاء نسبة عالية. تمام، ممتاز جدا، ربنا يشفي يا رب. لمسة مصرية بتقول السلام عليكم جميعا، مرحبا بالدكتور وكل القائمين على القناة. أنا عندي التهاب جيوب أنفية بقالي أكتر من 20 سنة، ودايما طول الشتاء مش بعرف أخد نفس إلا من الفم، ويتسبب لي صداع، أخدت لها نقط أفرين، وكانت بعدها وكنت بعدها أقدر أتنفس. الدكتور قال لي النقط غلط وسيبيها، ولحد الآن مش عارفة أعمل إيه، رجعت ليها أرجع ليها تاني ولا في بديل ليها أمشي عليه؟ بالنسبة للنقط الأنف أفريل أتروفين اليادين، هذه لا تستعمل أكثر من 5 أيام. 5 أيام بس فقط. لأنها بعد الخمسة تفعل عمل رجعي، يعني هو العكسي، يعني ممكن تعمل تسوي احتقان دوائي للأنف. لذلك لا ينصح إلا 5 أيام حتى يتحسن الوضع بالنسبة للأنف. ممكن أعطاء بخاخات كورتيزونية يعني تحسن الوضع. بس كثير من الناس أول ما بتسمع كلمة كورتيزون بتقلق وبتخاف. البخاخات لا تعمل خارج الأنف، يعني لا تمتص وتدخل بالجسم. الكورتيزون يخاف منه لما تعطيه سيستمي عن طريق الفم أو حقن أو حقن، يعني عم تعالج. أما البخاخات الآن هي مرتبطة بجذور فلور، وهي لا تتعدى عملها الأنف حصرا. طيب تستمر عليها قد إيه يا دكتور؟ ممكن ل6 أشهر تستمر وبدون، لأنه هي البخاخات الموجودة بالسوق 120 إلى 160 بخاخ. إذا بخينا باليوم مرة معناتها شهرين البخاخ تكفي. وإذا بخينا كل مرتين كل طرف 4 شهر يكفي البخاخ. ال120 مش متواجده اصلا بشكل كبير، ومتوفره بفلاكسيناز افاميس بكل العالم. تمام جدا. وهي لا تعبر الانف ولا لها، لا يوجد لها اي خطوره على الجهاز. طيب معنا عمر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خيرا خير الجزاء استاذه ندى وتسنيم وجميع العاملين في القناه على مجهودكم الرائع، شكرا ليك. أنا عندي التهاب في الجيوب الأنفية بقالي أكتر من 20 سنة، ومشيت مع كذا دكتور وكل واحد بطريقة. كان الأول بيعمل لي فتيل بكريم وزيت برايفن وبيضعه، ممكن أشوف بعد إذنكم باقي التعليق. وكان باقي تعليق عمر على عمر علشان نقدر نحدد سؤاله كان إيه. طيب شيماء، السلام عليكم، بنتي عندها 2 سنين كان عندها ثقبة في الأذن وتعالج، وبعدها ودنها بتعمل صديد ريحته وحشه وبيروح ويرجع تاني، ممكن ده يكون من ايه؟ طيب خلينا نشوف تاني. عمر، كل واحد كان بيعمله بطريقه، كان الاول بيعمل لي فتيل بكريم وزيت برايفن وبيضعه في انفي، وبعد مده حوالي ساعه اشيله واغسل بغسول، وبعدين تركته، والتاني مشاني بالغسول ومضادات حيويه وتركتها، لاني بصراحه زهقت، لاني طول ما انا ماشيه بالعلاج كويسه وقفت العلاج طول الشتاء مش بعرف اخد نفسي، بتنفس من الفم، ودلوقتي كلهم بيقولوا لي بقى التهاب مزمن ومش عارفه اعمل ايه. بالنسبه للعمل، الوضع
يعني احنا حتى شرحنا ان الجيوب، الجيوب هي فتحات تصرف على الانف. طريقة وضع الكمادات والبرافين هو فقط بالانف، ما يدخل على الجيب. فالجيب المرض موجود فيه، لازم تعالجه سيستميك، يعني ياخذ ادوية علاجية كاملة عن طريق الدم تا يصله. لانه الجيب هو موصول بالانف، بس اي شيء نقوم به بالانف لا يفيده بالنسبة له. بالنسبة للاخت اللي عندها انثقاب في غشاء الطبل، غالبا تسألي الاب او الام او الخال او الخالة عندهم انثقاب طبل. انثقاب الطبل هو خلل في فتحة النفير اوستاش، فيسبب له التهاب اذن وسطى وينثق بالطبل ويصيل الاذن. اهمال الاهل باعتبار الالم راح بعد الانثقاب، يهمل الاهل. اهم شيء عدم ادخال الماء للاذن، فكل حمام لازم الاذن تغلق بقطن ودهن القطن فازلين او قطن وزيت اذا ما نوجد اي نوع زيت بحيث لا يسر بالماء ويدخله. هذا اول شيء. طيب يعطى القطرات العينيه الصاده بالاذن، عينيه وليس اذنيه، حتى قطرات العين في الودن بالاذن لانها اكثر رقه وتؤثر في مخاطيط الاذن. اما الاذنيه هي للاذن الخارجيه، لا انصح باعطائها باعتبار في انثقاب. فانا اعطي القطره الاذنيه العينيه بالاذن وتعطي مفعول جيد ويشفى المريض. تمام. طيب سريعا نشوف شيماء. السلام عليكم، بنتي عندها سنتين كان عندها ثقب. احنا جاوبنا على ده. فاطمه بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ممكن اعرف سبب النزيف من الانف وايه الحل؟ ورضاك ربي. يقول جزاكم الله خيرا على ما تقدموه لنا. اعتقد دي كل التعليقات اللي كانت موجوده. نشوف فاطمه بتقول سبب النزيف اللي مفاجئ والمتكرر من الانف. يعتمد النزيف في منطقتين، في منطقه كازلباخ بالنسبه للشباب والاصغار، هي منطقه مدخل الانف، هي عبارة عن شبكة وعائية، بسبب التهاب أو لعب فيها بالأنف أو حرارة جو هذا ينزل. في شيء من الضغط من المنطقة العلوية من الأنف تسبب النزيف والرعاف. هذا يكون عمره كبير وضغطه عالي، فبدال ما ينفجر يعني بمناطق ثانية الوعاء ينفجر بالأنف، ولا مانع أنه يكون بالنسبة لأهل الضغط والسن الكبير. بالنسبة للأطفال ممكن إجراء كوي بسيط بمادة بسيطة أو وضع مراهم مصادة بحيث أنه تلتهب تخفف التهاب مخاطيط منطقة كازلباخ، وهي منطقة تروية التوعية الموجودة بالأنف. طيب دكتور، هيك قلت في خلال كلامك أن التهاب الجيوب الأنفية ممكن ينزل لمرحلة تحت الحادة، ودي مرحلة خطورة. خلينا نتكلم عن خطورة الجيوب الأنفية أو التهاب الجيوب الأنفية لو ما تمش علاجها بشكل صحيح. هلا الخطورة أنه يتطور إلى شغلات ثانية، يعني مثلا المنطقة هي هذه الأنف والجيوب هي منطقة تصريف وإلى الأعلى إلى الدماغ. ممكن يتطور كمضاعفات إلى فقدان الشم مثلا، فقدان الشم تماما. يفقد الشم اذا التهب العصب الشمي بسبب انسهاد والتهاب. ممكن اذا تسرب القيح الى العين يسوي التهاب بالعين، لانه الجيوب الغرباليه موجوده جانب العين. ممكن التهاب سحايا اذا تسرب الى الدماغ، باعتبار الجبهيه هي بالفص الامامي لل الجيب بالنسبه للدماغ، لذلك ممكن تسبب التهاب صحي. طب يمكن احنا بيعرض معانا على الشاشه دلوقتي بعض بيعرض معانا الفيديو عن التهاب الجيوب الانفيه واسبابها وازاي بتلتهب، فخلي حضرتك معانا تشرح لنا اصلا ايه السائل ده بيروح لفين وبيعمل ايه. هاي فتحه الجيب لما تتسمك المخاطيه تسكر الفتحه، هذا لاسفل هي الجيوب الفكية. الغربالية الناعمة، الأخيرة الوتدية، العلوية الجبهية. هذول الغرباليات إثمويدال. تمام. الآن الجيب يصرف طبيعي، لما تتسمك المخاطية هاي الأهداب تصرف المخاطية وتخرج بالحالة الطبيعية،
والهواء يدور عندما تتسمك المخاطية مثل هيك. شوف هذا طبيعي، هذا بالنسبة للفوهة تعمل طبيعي. عندما تلتهب انظري كيف تتسمك المخاطية وتغلق الفتحة. هنا الطامة الكبرى بالنسبة دي المشكلة الكبيرة، صار ناقص تهوية بالجيب وبدأت تدخل الانتانات ومفرزات. شوفي السوية السائلة تبدأ، لا بدأ كمان يبقى الحجم سميك قوي. سائل هذا سوية سائلة لأنه لعب ما عاد يتصرف هنا. بدأ ثقل، حس ثقل وألم وصداع. بهالحالة نحاول أن نفتح تصريف إما عن طريق الفتحة هاي الطبيعية أو بمسبار. نستطيع بمسبار، عندنا طريقة أنه نسبره يعطي نتائج جميلة. طب دكتور، السائل اللي احنا كنا شايفينه ده كان من ضمن الأسباب اللي بتظهر رائحة الأنف الكريهة؟ طبعا لأنه صار إنتان. ووجود الإنتان حسب الجراثيم، لأنه في 4 جراثيم مشهورة بإصابة: ستافيلوكوكس، ستريبتوكوكس، هيموفيلوس انفلونزا، وبنيموكوكس. هدول الثلاثة هي السبب الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، التهاب الجيوب العلوية. فهذه تعطي لون اخضر وتعطي لون اصفر ومعندة للمعالجة، لذلك تحتاج طول بمعالجتها. طيب اخيرا دكتور حسن، عايزين نتكلم معاك سريعا عشان وقت فقرتنا عن الوقاية، ازاي اعمل وقاية قبل ما نصاب بالتهاب الجيوب الأنفية، ولو لا قدر الله اصبنا به عايزين العلاج للكبار وللصغيرين. اولا يجب ان نعرف السبب، يعني اذا في انحراف وتيرة لازم نصلحها، اذا في ضخامة قرينات نعالجها، اذا في جسم اجنبي، اذا في لحميات بوليبات لازم نكون شايلين حتى لا نصل الى مرحلة تزام. إذا في أمراض ثانية مثلا مناعية أو أكينيزيا، عدم عمل الأهداب لإخراج هذا، يجب أن تعالج. فبهذه أعطينا. بالنسبة لمرض التحسس يجب أن يرجع، عندما يرجع إلى البيت مباشرة يشطف الأنف، يعني لما يقول لك أنه استنشاق ضروري يصل إلى الفم، بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجب الاستنشاق إلى الفم عدا أيام الصيام. المعلم أنه غسل الأنف من كل شيء من الخارج، لأنه الأنف أكثر شيء معرض من الخارج. الفم لا يدخل فيه شيء، الهواء يدخل فقط من الأنف، الأذن لا يدخل فيه شيء. فلذلك يجب أن يغسل ويشطف حتى يستدعي. بعدين المكيفات الابتعاد عنها يجب، المراوح حتى لا تثير الغبرة، العث إذا موجود بالبيت حيث يسبب تحسس، الروائح، المواد الكيميائية، الدخان. بالنسبة للأطفال الدخان شيء يجب أن يبتعد، يعني عندما في الدول المتحضرة تمنع الدخان بالبيوت فعلا، لأن الأطفال والموجودين يتأثرون، يخرجون برا يدخنون مزبوط برا، وهذا ضروري. عدا عنا نحن ببلادنا اللي يدخن والعائلة كلها حواليه، العائلة كلها بتدخن تدخين سلبي معاه للأسف الشديد. طب العلاج يا دكتور، هل في بعض الحالات ممكن تلجأ لجراحة ولا كلها تبقى مضادات حيوية؟ إذا بدايتها ولا تحتاج إلى جراحة، بالمعالجة وبالصادات ومضادات الاحتقان والبخاخات والكمادات والغسول الأنف تعطي نتائج رائعة جدا. ونحتاج إلى عمل جراحي عندما يكون أزمن وفي سوية سائلة لا تخرج، نستطيع أن ندخل بالتنظير وتصريف وفتح قناة جديدة غير القناة الأصلية. الجراحات بتبقى بسيطة وسهلة؟ بسيطة وسهلة جدا. وممكن أن تجرى بدون وأي شيء مزعج بالنسبة للمريض. تمام جدا. دكتور حسن الحسن، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، واتمنى الصحة والسلامة للجميع يا رب. يعني جدا. شيء جميل أنه نقدم أي شيء لأبناء جلدتنا، والله بس يجعلنا هيك نكون ضمن الأمانة الملقاة على عاتقنا اتجاه كل يا رب. اللهم أمين. بشكرك مرة ثانية دكتور حسن، بشكر كل المشاهدين على حسن وطيب المتابعة، وبتمنى يا رب الصحة والسلامة لكل اللي بيشوفونا، بداية من أول فقراتنا بقى وسيدنا خباب بن القرط، وإزاي نربي أولادنا علشان يطلعوا فعلا زي سيدنا خباب بن القرط،
أئمة المساجد زي إمام مسجد الشيخ زايد محمد قد إيه كان له دور كبير جدا في دحض الانقلاب العسكري اللي حصل في تركيا، ورفع منه الأذان لأول مرة علشان يجمع كل الناس يقفوا ضد الانقلاب. وأخيرا فقرتنا الطبية وأسباب التهابات الجيوب الأنفية. بشكركم على حسن وطيب المتابعة، ونشوفكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة على الهواء مباشرة، ودايما معاكم وبيكم بيتنا أخلاق.